سلام الله عليكم وبركاته. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون أستهلها بالعناوين. اللجنة الشعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة تخلد بنواكشوط ذكرى العاشرة لرحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين. مركز المشورة للدراسات يبحث في ندوة بنواكشوط موضوع تحديات وآفاق المالية الإسلامية بمشاركة عدد من الباحثين. منتخب المرابطون لكرة القدم يخسر بسداسية نظيفة أمام نظيره الجزائري في مباراة ودية أقيمت بالجزائر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خلدت اللجنة الشعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط ذكرى العاشرة لرحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين. قد حضر الحفل قادة عدد من الأحزاب السياسية وبعض الأساتذة الجامعيين، وتضمن فقرات مختلفة تحدثت عن ماضي وحاضر الشخصية العربية. ها أنتم تقفون مجددا وللعام العاشر على التوالي منذ أربعينية الشهيد صدام حسين رحمه الله في هذا المكان، وقفة عز وشموخ ووفاء تستلهم معانيها من شموخ وعظمة صاحب الذكرى. قد يتصور كثيرون أن احتفاءنا بذكرى استشهاد عبد الله المؤمن صدام حسين مجرد تعبير عن الإعجاب والاعتزاز برئيس عربي وقف في وجه أعداء الأمة في لحظة ضعف وتخاذل الآخرون من حوله، لكن وقفتكم هذه وما يعبر عنه الخيرون من العرب وفي العالم إزاء الشهيد يتصل اتصالا عميقا بحقيقة هذه الأمة وحياتها المطلقة التي كان الإسلام بعمقه واتساعه ومعانيه العظيمة خير مفصح عنها لارتباطه الأصيل بواقع العرب وحياته. نحن أيها الإخوة أمام حقيقة راهنة هي الانقطاع بل التناقض بين ماضينا المجيد وحاضرنا المعيب. أعلن في العاصمة نواكشوط عن تعديل وزاري جزئي دخل بموجبه وزيران في الحكومة وخرج اثنان آخران. وفق التعديل الوزاري فقد عين محمد الجبريل الذي كان يشغل منصب مدير ديوان الوزير الأول وزيرا للشباب والرياضة، كما عينت النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ميمونة منتتقي وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. نظم مركز المشورة للدراسات ندوة في نواكشوط حول تحديات وآفاق المالية الإسلامية. قال مدير المركز خالد الأحمد إن الندوة تسعى إلى الإسهام في التوعية بالمالية الإسلامية ونقاش أبرز الإشكالات التي تواجهها. قد ألقى الندوة الخبير بالبنك الإسلامي للتنمية الأستاذ الهادي النحوي، عرض خلالها أبرز التحديات الماثلة أمام المالية الإسلامية في موريتانيا. اختار الرئيس الليفواري الحسن واترا دانيال كابلان دانكان نائبا لرئيس الجمهورية بعد يوم من تقديم استقالة حكومته. قد أشاد واترا أمام نواب الجمعية الوطنية بأداء كابلان الذي تولى رئاسة الحكومة في الفترة ما بين 2012 و2017. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. الرئيس الإيفواري الحسن واترا يختار رئيس الحكومة السابق دانيال كابلان دانكا نائبا لرئيس الجمهورية بعد يوم من تقديم استقالة حكومته. وأشاد واترا في حديث له أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة استثنائية عقدتها بتجربة كابلان ومهنيته وخدمته للبلاد، معتبرا إياه الجدير بالمنصب المستحدث مؤخرا بموجب الدستور الجديد الذي أعلنت البلاد الدخول عبره في جمهورية ثالثة. وقد شغل دانيال كابلان منصب رئيس الحكومة في الفترة ما بين 2012 و2017، وسبق أن عين وزيرا للمالية، كما تولى إدارة البنك المركزي لدول غرب إفريقيا حيث يعتبر خبيرا في المجال الاقتصادي.
وكان الرئيس الحسن واترا قد أجرى قبل يوم تعديلا على مستوى قادة المؤسسة العسكرية شمل أجهزة الشرطة والدرك والقوات المسلحة. تغيير يأتي قبل أيام من إخماد جذوة التمرد العسكري بمدينة بواكيه ثاني أكبر مدن الساحل العاج إثر المطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات وتحسين ظروف العمل له. وهو التمرد الذي استمر يومين ولم يكد ينتهي إلا بعد عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا ولقاء وزير الدفاع بالمتمردين للتفاوض معهم وتصريح الرئيس وترى بالالتزام بتحقيق مطالب الجنود واصفا أسلوب احتجاجهم بالمشوه لصورة البلد في الخارج. وينتظر الإفواريون من حين لآخر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد تقديم حكومة دانيال كابلان استقالتها، كما ينتظرون مجلسا للشيوخ ينضاف إلى الجمعية الوطنية وفق ما ينص عليه الدستور الجديد للبلاد. أجلت المحكمة العليا في بانجول البت في الطعون المقدمة أمامها من طرف الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي إلى غاية شهر مايو القادم، ويتزامن قرار التأجيل مع تقديم وزير الاتصال شريف بوجانغ استقالته من حكومة جامي بعد يوم من إغلاق رابع إذاعة محلية خاصة محسوبة على المعارضة في البلاد. نتابع. المحكمة العليا ببانجول تؤجل البت في الطعون المقدمة أمامها من طرف الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي إلى غاية شهر مايو القادم، بعد أن كان الموعد البت هو العاشر من شهر يناير الجاري. يأتي ذلك ساعات بعد إعلان وزير الاتصال شريف بويانغ استقالته من حكومة جامي، داعيا إياه إلى احترام إرادة الناخبين الغامبيين التي اختارت غيره. استقالة تأتي يوما بعد تأكيد السلطات الغامبية قالت 12 سفيرا لغامبيا ببلدان مختلفة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وإسبانيا وبلدان إفريقية من ضمنها السنغال وإثيوبيا، وذلك على خلفية رسالة مشتركة كانوا قد أصدروها نهاية شهر دجنبر الماضي دعوا جامي إلى مغادرة السلطة. ويصاحب تطورات الاستقالة هو الإقالة قرار جديد بإغلاق إذاعة محلية خاصة تعتبر الرابعة منذ مطلع شهر يناير الجاري. ويرتقب أن يزور العاصمة الغامبية بانجول الأربعاء وفد من الحكومة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيلتقي الرئيسين المنتهية ولايته والفائز في الانتخابات الرئاسية بحثا عن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية القائمة في البلاد. وكانت رئيس المجموعة الاقتصادية قد صرحت مؤخرا بأن التدخل العسكري في غامبيا ليس على جدول أعمالها، داعية غامبيا إلى احتذاء أثر غانا التي سلم فيها رئيس سابق السلطة لرئيس جديد منتخب. ويحدد الدستور 19 من شهر يناير الجاري موعدا لانتهاء المأمورية الرابعة ليحيى جامي وتسليم السلطة لنظيره المعارض المنتخب. وكان جامي قد أكد في تصريح له مطلع الشهر الجاري تمسكه بموقفه الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية والداعي إلى إعادة تنظيم الاقتراع من جديد. أطلقت الكتلة الطلابية للتربية والإرشاد نسخة الثامنة من حملتها الدعوية بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية تحت شعار بأخلاقنا نرتقي. وتهدف الحملة الدعوية وفق منظميها إلى حث الطلاب على التمسك بالأخلاق والقيم الفاضلة وإرشادهم إلى سبيل تحقيق ذلك. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. تحت الشعار قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، تطلق الكتلة الطلابية للتربية والإرشاد حملتها الدعوية الثامنة في الجامعة والمعاهد العليا. النشاط الافتتاحي الذي نظم بمباني المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية شهد حضور كوكبة من الأساتذة والدعاة وطلاب المعهد والجامعة. دعبت الكتلة الطلابية للتربية والإرشاد على إقامة هذه الحملات الدعوية في الأوساط الطلابية وفي الكليات والمعاهد من أجل ترسيخ قيم الإسلامية في الأوساط الطلابية، وكذلك من أجل تعزيز دور التعليم والتثقيف، وكذلك من أجل مكافحة كل الأخلاق الرذيلة، ومن أجل أيضا شحذ همم الطلاب من أجل التحصيل العلمي، وكذلك من أجل أيضا إثراء الساحة الطلابية بالقيم الفاضلة وبالأخلاق، وكذلك بث الدعوة إلى الله عز وجل. الأساتذة المحاضرون أكدوا في مداخلاتهم على خطر المعصية وشؤمها، وتحدثوا عن العواقب الوخيمة التي تتهدد المجتمعات في ظل انتشار الذنوب والانحراف. فلا بد أن نسأل أنفسنا هل عصينا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا؟
هل عصيناه بألسنتنا؟ وهل حكيتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم لا عصايد ألسنتهم؟ هل عصيناه في مظاهرنا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقال عن المتكبرين من الرجال: لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها. هل عصينا الله سبحانه وتعالى في تفكيرنا ومواقفنا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين كانت مواقفهم فاسدة حسب أهوائهم وأهواء سادتهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. الذين يسبون الله عز وجل أو يسبون محمدا صلى الله عليه وسلم أو يفعلون أي معصية، فإن ذلك قد يسبب أي دمار وقد يسبب أي انتقام. ولذلك قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا وتنشط الكتلة الطلابية منذ تأسيسها قبل عدة سنوات في جامعة نواكشوط والمعاهد العليا والملاحق الجامعية، وتسعى الكتلة حسب القائمين عليها إلى الدعوة إلى الخير ونشر الفضيلة ومحاربة مظاهر الانحراف في الأوساط الجامعية. خسر منتخب المرابطون الأول بستة أهداف دون رد أمام المنتخب الجزائري في مباراة ودية جمعت بينهما مساء أمس بالجزائر. وكان منتخب المرابطون قد خسر في مباراة ذهاب وديا أمام الخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. التهمت النيران محلا خاصا ببيع المفروشات بمقاطعة تفرق زينة في العاصمة نواكشوط، وقد استمر الحريق لبعض الوقت قبل أن تصل سيارات الحماية المدنية متأخرة وتتمكن من السيطرة عليه لاحقا. وقد هرع عشرات المواطنين واحتشدوا في عين المكان، كما وصلت السلطات الإدارية وعاينة الحريق الذي وصف بالهائل. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها: اللجنة الشعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة تخلد بنواكشوط ذكرى العاشرة لرحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين. مركز المشورة للدراسات يبحث في ندوة بنواكشوط موضوع تحديات وأفاق المالية الإسلامية بمشاركة عدد من الباحثين. منتخب المرابطون لكرة القدم يخسر بسداسية نظيفة أمام نظيره الجزائري في مباراة ودية أقيمت بالجزائر. يمكنكم شاهد الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.